عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي بدون بيض، كيجي رائع هشيش كيستحق التجربه. مقادير جد بسيطه، غنحتاج لي الكاس ديال عصير البرتقال، كاس ديال السكر، نفس الكاس باش عبرت السكر والبرتقال، وربع كاس ديال الزيت نباتيه، كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال الخل، ضروري نستعملوا الخل. عندي قشور برتقاله كبيره محكوك، وعندي 3 كيسان ديال الدقيق، نفس الكاس باش عبرت باقي المكونات، وعندي 3 اكياس ديال الخميره الكيماويه من وزن 7 غرام الوحده، وكيس من السكر المنسم بالفانيلا. في اناء غادي نوضع عصير البرتقال، بسم الله، الماء، السكر، السكر منسم بالفانيلا. غادي نخلط المكونات غير بالطراب اليدوي مزيان، وغنضيف ربع كاس ديال الزيت، قشور برتقالة محكوكة، والخل، وغنضيف الدقيق من بعد ما دار لي السكر، الدقيق غربلته من قبل، وغنضيف الخميرة الكيماوية 3 أكياس،
وفي هذه الاثناء شعلت على الفران حتى يسخن مزيان على درجه 180 درجه. عاد ندخل الكيكه ديالي طيب من تحت، عاد نشعل ليها شويه من فوق. كتجي رائعه بنكهه ديال البرتقال وبدون بيض. الناس اللي ما تاكلوش البيض، كاين بزاف الناس ما كيبغيوش البيض ولا عندهم حساسيه من البيض وما غاديش يتحلوا من اي حاجه، ممكن لينا نعوضوا حاجه بحاجه. دهنت المول بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. انا غنستعمل هذا المول، هذا يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم متوفر اللي كيتحل من جناب او بحال هادو او اللي كيكونوا على شكل مربع او مستطيل. المهم اي مول عندكم. غادي نكوب الخليط، ضروري نعلي شويه، هذا هو السر باش كيجي الكيك منفوخ. وغادي ندخلها الفران كيف قلت قبيله على درجه 180 درجه. غادي تطيب من تحت 30 دقيقه، عاد نشعل شويه من الفوق حتى يتحمر وتشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. من بعد ما خرجت الكيكه من الفران زينتها بمربى الفراوله والشكلاط المبشور، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي رائعه، مذاق ديال البرتقال. كنتمنى ان شاء الله تجربوها واكيد غتعجبكم بدون بيض، وكتجي طالعه للناس اللي عندهم حساسيه في البيض ولا ما كيعجبهمش البيض. سهله، مقادير متوفره في كل بيت، جربوها كتستحق التجربه. شكرا لكم على المتابعه، إلى فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.